خلينا ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي مع الأستاذ حسان الجردي حتى نعرف كيف عم تكون أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ حسان. يعني من بداية شهر أذار كانت الأجواء ربيعية، ولكن هلأ سمعنا أنه رح يكون في منخفضات بالأيام القادمة. خلينا نوضح صحة هذا الموضوع، وبما أنه نحن أيام كتير قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك، خبرنا أكثر هل كيف رح تكون الأجواء بشكل عام ودرجات الحرارة؟ تفضل. تكرم عينك. بداية صباح الخير من جديد لإليك، لزميلتك الأخبارية السورية، للكادر. بشكل عام الأجواء اللي نحن عم نشهدها لأن نحن ضمن منخفض جوي بدأ تأثيره على المنطقة من يومين، كانت شدة وسروة هذا المنخفض ليلة مبارح ولليوم مستمرة، أدى إلى هطولات مطرية كانت متميزة للساحل بالشمال الغربي بالوسطى بأجزاء من الجنوبية الغربية والشمالية وصولا للجزيرة والبادية. المنطقة الجنوبية والعاصمة دمشق كان احتمال الهطول فيها كثير قليل، وبهيدا المنخفض الهطولات كانت بشكل كثير متمركزة بالساحل السوري، أكبر كمية هطول كانت خلال ليلة مبارح بمدينة طرطوس بصافية 30 مليمتر، دبش اللاما بمحافظة اللاذقية 14 مليمتر، بمركز محافظة طرطوس 9، ببانياس 4، القرداحة 8، مركز الشهيد باشل الأسد الدولي 4، بإدلب تقريبا 3 ميلي، بالرقة 2 ميلي، حمص 3 ميلي، القنيطرة 1، الغاية 1، تل رفعت بمدينة حلب 7، مركز المحافظة بحلب تقريبا 1 ميلي، وصلنفة 9 ميلي، بالاختيالبية بمدينة اللاذقية 4 ميلي. الهطولات كانت عامة وشاملة، ذكرنا بعض المحطات على سبيل المثال للحصر. هلا الأجواء الغائمة الماطرة بتضل مستمرة معنا لليوم نتيجة استمرار تأثير المنخفض الجوي السطحي المترافق بتيارات غربية باردة ورطبة بطبقات الجو العليا. الأجواء بشكل عام لليوم بتضل غائمة جدية إلى غائمة ماطرة، أحيانا الهطولات عم تكون غزيرة مصطوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد خاصة بالمنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية. الهطولات الثلجية عم تكون فوق المرتفعات الجبلية العالية من 1700 متر وما فوق، درجات الحرارة في عليها انخفاض لا تصبح أدنى من معدلاتها بقليل. اليوم أجواء عم تكون شديدة البرودة بالمرتفعات الجبلية خاصة خلال ساعات الليل واحتمال تشكل ضباب ساعات الصباح الباكر بأجزاء من المنطقة الوسطى والقلم. الرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 75 كيلومتر بالساعة تحديدا بالمناطق الساحلية المرتفعات الجبلية المنطقة الوسطى أجزاء من المناطق الغربية، والبحر عم يكون متوسط ارتفاع. مجلى انهار بكرة بتبلش الفعالية الجوية تضعف وبتبلش حالات الانقشاعات تكون أكثر وبتميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف، بس بتضل أدنى من المعدل القليل. والأجواء بشكل عام عم تكون أجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا مع فرصة لهات الزخات من المطر بالمنطقة الساحلية بالشمالية الغربية أجزاء من المنطقة منطقة الجزيرة والمنطقة الشرقية. هلا الهطولات ممكن تكون بشكل عام مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، تحديدا بهذا الفترة أغلبية الهطولات تكون مترافقة بالعواصف الرعدية، تحديدا نحن صرنا بالجزء الأخير هلا من فصل الشتاء مقبلين على فصل الربيع، فالأجواء راح تكون أمطارها تتصف بالطابع على شكل زخات، تتصف بالغزارة، بتبلش ببداية مفاجئة وبتنتهي بطريقة مفاجئة، ما بتتجاوز سرعة زخة المطر تقريبا من 10 إلى 15 دقيقة. هلا بالنسبة للأحوال بتستمر معنا الفعالية الجوية تميل للاستقرار بشكل تدريجي وبتضعف بشكل عام اعتبارا من نهار بكرة لحتى يكون بداية من نهار الأحد أجواء ربيعية دافئة مستقرة، أجواء عم تكون سماء قليلة الغيوم إلى صافية ببعض الأحيان، أجواء عم تميل للاستقرار، حرارات بدها ترتفع، أجواء عم تكون دافئة نهارا بتكون باردة ليلا اعتبارا من يوم الأحد. بما أنه نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله على الجميع بألف خير يا رب. الأجواء رح تكون مع الأسبوع الأول بإذن الله تعالى من بداية شهر رمضان المبارك أجواء ربيعية دافئة مستقرة، أجواء رح تكون طقسها رائع جدا، أجواء معتدلة بالبداية، رح تكون الارتفاع بدرجات الحرارة ارتفاع تدريجي ومستمر حتى نهاية هيدا الأسبوع بإذن الله، حتى تكون الحرارات بنهاية هذا الأسبوع أعلى من معدل الأمطار لأغلب المناطق والمدن السورية على امتداد الجغرافيا السورية. يلا خلصت. لأربع درجات مئوية. العام رح تكون الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئياً.
مع اليومين الأولين يعني من منتصف هذا الأسبوع، بعدين بنهاية الأسبوع أجواء عم تكون أجواء صحوة مع ظهور بعض السحب المتفرقة بمناطق مختلفة من البلاد، إن كان بالداخلية أو بأجزاء من الشمال والوسطى. وخلال ساعات الليل بشكل عام الأجواء باردة مع احتمال تشكل ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر بالقلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية. يعني بشكل عام الأسبوع الأول أجواء ربيعية دافئة مستقرة بإذن الله في أغلب المناطق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 17 13-4، القلمون المرتفعات الجبلية 9-0، السويداء 12-4، درعا 15-5، المنطقة الوسطى 5-5، 16-5، الجزيرة محافظة الحسكي 15-3، السوري اللاذقية وطار 16-12، الشمال حلب وإدلب 15-5، دير الزور رقم البوكمال المنطقة الشرقية 21-7، وأخيرا بالبادية مدينة بنبور 16-6. هذه حالة الطقس، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير بقدوم شهر رمضان المبارك، تكون أيام خير ورحمة ومطرة خير وتغطية رحمة لبلدنا الحبيب سوريا. نعم أستاذ حسان الجردي المتنبئ الجوي، بنشكرك على كل المعلومات يلي ذكرتها، وإن شاء الله هيك تكون أيام الصيام خفيفة ولطيفة علينا وتمرق بسهولة. شكرا لحضرتك ورمضان كريم عليك أكيد.